والوصف التحليلي على أجواء وأحداث هذه المباراة وهذا الديربي القاهري في استاد السلام في قلنا مباراة الجولة رقم 20 فيما بين الفريقين. مودرن فيوتشر طلع على الجيش، مودرن فيوتشر بالزي الأحمر الكامل على شمال ملعب المباراة، شمال الشاشة اللي انتم شايفينها دلوقتي على أرض الملعب شمال المقصورة الرئيسية في استاد السلام، وعلى يمين ملعب المباراة بالزي الأبيض الكامل فريق نادي طلائع الجيش. هنتابع مدير فني كان مع طلائع الجيش برضو قبل لفة محترمة ثم العودة من جديد لطلائع الجيش. الهجمة مودرن فيوتشر من ناحية الشمال مع الانطلاقة هنا اللي موجودة من علي زعزع، يقطم على جوه ويسند في القلب، محاولة أول تسديدة تمشي قطرية أرضية، لسه ما دخلش في أجواء المباراة. أمامنا هنا كان هشام عادل لكن يضغط عليه 1-2-3 مع اسلام محارب اللي النهارده بادئ المباراه وكان بديل في المباراه اللي فاتت مباراه انبي وصاحب هدف الفوز بصناعه احمد سمير من فاول في الوقت المحتسب بدل من ضاعه. كوره هنا عرضيه مع اول انطلاقه موجوده من موسى ديوارا الغيني من ناحيه تفوق على مودرن فيوتشر في حتى مواجهه مباشره بالنقاط لما تفوق على انبي في الجوله اللي فاتت الجوله 19. كوره فيها فكره تتعلق من علي فيل في قلب منطقه الجزاء مع التالفه، نفس الكلام ناحيه الشمال هنا بيستخدمه طبعا تامر مصطفى مع مودرن فيوتشر. الهجمه توصل الكوره ناحيه اليمين هشام عادل يطلع كورته اماميه، محمد فاروق ياخد كورته هنا وعايز يعدي بنفسه ولنفسه لكن التقفيل الدفاعي اللي موجود خلف امامنا كان عمرو طارق خالد السطوح يخلص كورته طوله الرابطه في نسختها الاولى مع مودرن فيوتشر وكان عنده الكونفدراليه في 2014 كمان مره. وادي اهو سطوح اللي مكمل مع العرضية والضرب الرأسية ما تحكمش بتدخل الدفاع اللي كان موجود ما زبطش زوايا في الرأسية كأولى الألقاب بالكونفدرالية للأندية المصرية في عام 2014. زمالك بعد كده 2019 في رمضان أفتكر سجل لقب والزمالك على أعتاب بإذن الله اللقب الثاني ليه في أحد أصحاب مدارس الواقعية في الكرة المصرية في هذا الموسم بذكاء بيديرها بذكاء. تمريره ناحيه اليمين زولا يلحق يلف عرضيته عاليه حلوه اسلام محارب ورأسيه كمان مره كان هيعملها زي ما عملها في امبي في اخر لحظات مباراه الجوله رقم 19 لما خلص مشيها ما بينه وما بين يسري وحيد يقطم ويطلع اماميه كوره حلوه في المساحه اللي موجوده. جودون شيكا بيدور على المساحه دي هيلف العرضيه من غير ما يبص اسلام محارب بعيد سالم يون سبورت في الكاميرون بروجريسو في انجولا احترف فيهم قبل المجيء لمصر. فاول سدد طمع وهي الطمع الحقيقه لاعب مجيد لاعب عنده الثقه جوزيف جوناثان نجوم يستلم ويسلم يحط كرته في قلب الملعب اموراني حسانيا البنيني تحط بينيه ما فيهاش تسلل فيها تسلل نعرف ما بعد انتهاء الهجمه. كوره فاروق خد كرته وراح عدى فرصه يسدد في الضيقه من مره واحده ممكن هنا تترفع الرايه لا ما اترفعتش قطعته سليمة ماء بالماء اللي واخد دوره كبديل في احداث الشوط الاول بدلا من موسى ديوارا. يسند اسلام محارب يلف عرضية حلوة يسر وحيد كنترول واحد على واحد ممكن يفسح الراجل ويروح حاول يوسع لنفسه على بره ويحط العرضية متح مكمل عمرو طارق مكمل الاثنين قلبي الدفاع عندهم قدرات في التعامل مع الضربات الرأسية تتلمس حلوة لكن يلعب كان ممكن يطلع طب ليه ما مسكهاش بايدين الاثنين ماشي عمرو طارق في لمسة بالراس بيطالب بيها لكن لا حكم المباراة قال لك تمشي خلصها بالراس تتلمس هنا كان امامنا اللاعب علي زعزع في القلب حلوه كوره الانطلاقه اللي موجوده شوف فاروق عايز ياخد المدافع في ظهره لكن راح فاروق يسدد في الضيقه حلوه وفيها فكره ولو كان بص ورفع عينه وحط العرضيه القصيره اللي مارس موهبته يحاول انه يذكرنا بمحمد محمود دجله تدخل موجود لكن حكم المباراه مع دقيقه واحده وقت محتسب بدل من ضائع على طول يطلق صافرته مصطفى عثمان ينهي احداث الشوط الاول من ثاني من عمر مباراه مودرن فيوتشر طلع على الجيش الديربي القاهري الحاضر في مباريات الجولة رقم 20 من الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023-2024. أهلا بكم في ملعب الكرة المصرية تحياتي محمد عفيفي للتعليق والوصف التحليلي أحمد متعب عمرو طارق وعنده إنذار كاستوبر خالد سطوحي وأحمد زولا كظهير. هنا محاولة فرصة مودرن فيوتشر يحاول يسدد تترد ترجع مرة تانية تسديدة ما تحكمش علي زعزع ما تحكمش محاولة أولى لمودرن فيوتشر في هجمة كانت ما قلت سجل الهدف رقم 100 في تاريخ مودرن فيوتشر في الدوري الممتاز ثم الطيران ما واخد ثقة وعينه زي ما قلت ما تحسش بيه لكن تلاقيه في قلب الملعب لما تعوزه تلاقيه علي حمدي تبقى الهجمة متعب خد كورته وداس عليها وراح فرصة اتحطت العرضية ولا رفعها ولا أي حاجة يجيبها رزق محمود مين عند باسم علي الربط فاروق كأنه هيلعب كعب ثم كمل واسع على نفسه عايز يمشي كورته تتحول رامي تماس من متعب تتلعب على طول التماس ما فيهوش تسلل فرصه تتلمس بالراس ولكن يضيع ما يتحكمش قطعته كان ممكن تخليه كبديل بس مالك حتته على ارض الملعب هو
في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم فيفا كندا للولايات المتحدة والمكسيك بإذن الله. محمد محمود عدى بشكل حلو قوي، كل حميد ماهو قطع على جوه سدد في الضيقة، ولكن بإيد واحدة يتعامل معاها أريو، عارف اللي بيفكر فيه كان محمد شعبان، والتقفيل الدفاعي عند غنم محمد، كرة توصل حلوة زعزع يحرك محمد فاروق، لكن العمق يحاول ياخد كورته ويروح عمرو طارق، خدها منه وسرقها منه وحط كورة بالعرض، لو بس مشيت كان هيخلص محمد فاروق بصناعة اللعبة مع يسري وحيد. هنا عند جودون شيكا يفتح الملعب، اسلام محارب يسند، احمد سمير بيحرجم على واحدة، لو وسع لنفسه وسدد رجليه مطرقة وموجهة وفي وقتها وبيخلص، كل كرة من رجليه لو مظبوطة كرباك توجع الشباك. هنتابع، عدى يسري وحيد لف العرضية حلوة، اسلام محارب اعلى منه اعلى منه، لكن التكملة موجودة من زولا على طول، يلحق كورته يسرق كورته واحد على واحد، ممكن يكلفت الراجل ويروح جوزيف جوناثان نجوم، لكن حط كرة على الارض، احمد سمير يحط تسديدة فيها فكرة، بليس عايز يحط كرة باتقان، تاني لمسة يخلص كورته براسه تعدي من على راسه ويخلصها دفاع مودرن فيوتشر، لكن يستخلصها مرة تانية، طلع على الجيش سمير متعب يلف عرضية حلوة، اللمسة بالراس نزل لها قوي، كان ممكن يستلمها برجله واحد على واحد في ظهره يكلفته، الهجمة المرتدة طلع على الجيش، كرة بالعرض حلوة، محمد حمد زكي يا ولد فكر في الحل، المهاري قوي المهاري قوي وبزيادة قوي، لكن ما تحكمش قلشت معلوش رجل وخارجي، ده تسجل الهدف رقم 100 في الدوري الممتاز المصري. تحية طبعا لزميل العزيز اللي بيتابعنا دلوقتي المؤرخ الرياضي احمد فؤاد اللي بيتابعنا بكل جديد من حلويات وحاجات احمد فؤاد الحلوة من الارقام. عرضية جوزيف جوناثان نجوم خد كورته من محمد صادق بالعرض مرة تانية بقلشة، لكن ترجع مرة تانية، عرضية جديدة من ناحية اليمين تشال دفاع فريق نادي، لكن قال لك حكم المباراة لعب على كورة توصل لمحمد صادق، هنا من ناحية الشمال صادق يخدم على محمد فاروق اللي خد دوره كطرف كجناح وسايب العمق للبديل علي ياسر، ادي كورة تتسدد ما يتحكمش ما يتحكمش، خد كورته غنام محمد تعب وكأنه ارهق انهك بقى فيه كرشة نفس، ما قلت كده محمد حمد زكي كان هيخرج لما كان معاه الجهاز الطبي لكن ما خرجش، اللي نزل مكانه زي ما قلت التغييرين علي حمدي وزي ما قلت اسلام محارب، الاثنين اللي خرجوا من تشكيله فريق نادي طلائع الجيش، هما دول التغييرين، مفيش تغيير تالت، بس توقعنا مع التغيير انه كان طالع المهم الاستغلال 78 دقيقه من عمر المباراه. هنتابع ركنيه طلائع الجيش، تعدي لمسه بالراس ولكن طلع من الشمال يعمل كنترول يا ولد، جابها قبل ما تطلع للاوت، جوزيف جوناثان نجوم من الخبره وخلصها عند محمد فاروق، جابها الشمال وفي مساحات، جوزيف نجوم يلف عرضيه مع القطعه ولسه الكوره لو عدت، لكن يامن كورته ليه ضربة ركنية ولا ايه؟ هنتابع في حاجة في نص ملعب المباراة، والاهم سلامة وامان اللاعبين طبعا، الاهم سكورتو تطلع امامية يحاول يعمل عمق دفاعي محمود رزق ويسلم كورتو عند حارس مرمى محمود حمدي اللي بيطلع كورة لكن تتقطع، فرصة فرصة يسدد كورة يا راجل طمع سدد ما تحكمش، هي في مواجهات مباشرة في الديربي القاهري مودرن فيوتشر طلع عجيش، احمد سمير الخطفة بتاعت مباراة انبي تتكرر ممكن، لكن هنا هجمه مرتده تتكرر ممكن تبقى بالعكس، صادق خد كورته وداس عليها وراح، جوزيف جونسون نجوم طلع له ناحيه الشمال وصلت له الكره ما وصلتلوش، اريو عارف اللي بيفكر فيك ملعب حلو، كريم طارق في المساحه اللي موجوده بيحتاجها وبيلاقيها، راح له اتنين رزق مقرب تتحط عرضيه، محمد حمزه زكي سنه كورته مين جاي من ورا ما بصش ما رفعش عينه، صادق هو اللي متابع المتابعه الدفاعيه، وفي الاخير قضي الامر صافره مع مصطفى.